مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثامنة من الموريتانية، والبداية بأبرز العناوين. وفد وزاري يطلع على مدى تقدم الأشغال في ورشات إعمار مدينة طنطان، ويجتمع بسكان المقاطعة لتأكيد حرص الدولة على إكمال هذه المشاريع في أسرع وقت. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم في مدينة العيون ملتقى فكريا حول الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تيار الإصلاح والاعتدال في إيران يفوز بكامل مقاعد طهران في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، والمحافظون يتقدمون في المدن الداخلية. مرحبا بكم في التفاصيل. نبدأ هذه النشرة من ولاية الحوض الغربي، حيث طلع وفد وزاري ضم كل من وزير الداخلية واللامركزية ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على مدى تقدم الأشغال في ورشات إعمار مدينة طنطان. الوفد عقد اجتماعا مع سكان المقاطعة بعد جولة تفقد خلالها مقرات لمرافق عمومية تم إنجازها بالكامل، وأخرى تشرف الأشغال فيها على الاكتمال. تقرير سعيد الحبيب. البداية كانت بزيارة مبنى المفوضية الجديدة للأمن، حيث تجول وزيرا الداخلية واللامركزية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على التوالي السيدين أحمد والعبد الله وسيدنا عالي والسيدي والجيلاني رفقة الوفد المرافق في بهو المفوضية الجديدة، وتلقوا شروحا حول مستوى تقدم الأعمال وما إذا كانت ثمة احتياجات أو نواقص. وشدد الوزيران على ضرورة أن تنجز الأشغال في آجالها المحددة. بعد المفوضية أدى الوفد زيارة لكل من مبنى المقاطعة والثانوية والمدرسة الابتدائية والجامع الكبير في طنطان، وهو جامع بني وفق طراز معماري فريد ويتسع لأكثر من 2000 مصلي. انتقل الوفد بعد ذلك إلى سوق الماشية الذي صمم بطريقة عصرية، ثم الملعب البلدي قيد الإنجاز والذي يتسع لأكثر من 1500 متفرج. الوفد وقف على العمل المقام به في دار الشباب ومحطة النقل التي اكتملت الأشغال فيها. وهنا تعهد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي للناقلين والمواطنين بالعمل على افتتاح هذه المنشأة في أقرب الآجال. وفي كل محطة من هذه المحطات أكد وزيرا الداخلية واللامركزية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع وإتقان العمل المقام به كي تأخذ مدينة طنطان شكلها الحديث. زيارة الوفد الوزاري لمدينة طنطان شكلت مناسبة أيضا للالتقاء مباشرة بسكان المدينة والاستماع عن قرب لمشاكلهم، حيث أكد وزير الداخلية واللامركزية أمام السكان مضي السلطات في تنفيذ مخططها الرامي إلى التحسين من أوضاعهم وخاصة في مدينة طنطان. الهدف من الزيارة هي زيارة لمدينة طنطان والوقوف ميدانيا على تقدم الأعمال بذل ينقال له مشروع أسرانة مدينة طنطان به اللي احنا لهنيك وزراء معنيين بهذا الملف. زميلي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي هو المعني به مباشرة، وأنا كوزير داخلية معني به اللي من اللجنة الوزارية، والله نرأس اللجنة الوزارية اللي تتابع هذا الملف. إذا عن هذا هو السبب اللي جانا اللي عدنا نجوا ميدانيا منين نوقفوا على تقدم الأعمال في المشروع. نحترم اللي هو نقول لأنه مشروع يتابعه فخامة رئيس الجمهورية كل اهتمام بذاك الالتزام اللي التزم أمامكم أنتم كمواطنين وقال لكم أنه لا يعدل، والحمد لله ذي اللي بعد شفنا ميدانيا اليوم في الزيارة موقف اللي فيش. بدوره وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أكد أمام جمع من سكان المدينة أن الجهود المقام بها لتحسين وجه مدينتهم متواصلة، متعهدا بتلبية مطالب السكان المتعلقة بافتتاح المنشآت الجديدة المكتملة في أقرب الآجال. نختار نقول لكم أن العملية ما ينقال لها إعادة تأهيل، لا هو تحديث وتجديد. مدينة منشئت بكلها إعادة تحديث وحدثت من ناحية التخطيط، فم مخطط عمراني موجود، فم ساحات عمومية، فم شوارع كبيرة ما كان موجود في المقاطعة السابقة.
ذم مباني وتجهيزات عموميه. نختار نقول لكم اعلن اللي ما شاف اسمه ما يلا تنعتوه، معناها حد شك كثير انجازات انجازات السيد الرئيس ما يلا تنعتوه، هاي يلا تعودوا مسلحين نبدا نختاروا نعطوا لكم التزام. اعلن ان شاء الله وذوك الشرايك المشرفه على انجازهم دار نجتمعوا معاهم ودار ان شاء الله تتقدم الاعمال ان شاء الله، هو هدف الاول عندنا ان الاعمال المباني والتجهيزات الحكوميه انها توفى ان شاء الله. وكان عمدة الطنطان قدم جملة من المطالب باسم السكان للوفد الزائر في كلمة ترحيبية. والي ولاية الحوض الغربي ألقى كلمة ترحيبية بدوره، حث خلالها المواطنين على ضرورة المحافظة على هذه المكتسبات. وخلال هذا التجمع الجماهيري قدم السكان جملة من المطالب للوفد الزائر. هذه الحكومة عدلت يوسف من إنجازات هذه المقاطعة، والإنجازات شملت حكمنا جميع نواحي المقاطعة، واللي منها ما عدلت الحكومة حكما قامت به البلدية. طالبين منهم يقولوا لهاي الناس اللي معنية بالتراب تخططها تخطيط صالح، التخطيط اللي كان يعدلها ما هو صالح، باللي أكثر هون اللي عند الناس الأغنياء من الفقراء. وفي نهاية الزيارة تعهد الوفد الوزاري لسكان مدينة طنطان بالعمل على تلبية كافة المطالب التي قدموها، مؤكدين على ضرورة استجابة السكان للخطط التي تعمل الدولة لصالحهم من خلال مساعدة السلطات في تنفيذ العمل المقام به على أكمل وجه. وفي مدينة العيون أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي صباح اليوم على افتتاح ملتقى فكري حول الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك في هذا الملتقى عشرات من الأئمة والعلماء وبعض الفاعلين المحليين، وتقدم خلاله بحوث متنوعة في فضل الوقف والترغيب فيه. الوقف إلا جزءا من حضارة الأمة الإسلامية، عليه دأب السلف الصالح وبه شيدت مرافق وقدمت خدمات، غيابه عن واقع المجتمع وتلاشي الاهتمام به هو تفريط في مقوم من مقومات الشخصية الحضارية للأمة، لذلك كان التذكير به ونفض الغبار عن مكنوناته هو اهتمام كبير لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. الوقف وأثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية موضوع مهم لملتقى فكري احتضنته الجامعة الإسلامية بالعيون ونظمته وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع رابطة العلماء الموريتانيين. يشرفني أن أحضر معكم اليوم هذا الملتقى الذي ننظمه للمرة الثانية حول الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية، سعيا إلى ترسيخ ثقافته والوقوف على كل جوانبه والتعريف بدوره الكبير في نسج عرى التعاون والمحبة والتكافل ولما له أيضا من انعكاسات إيجابية على وحدة وانسجام المجتمع ومحاربة الفقر والتهميش، وهي أمور تتصدر السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، الذي يسهر على أن تصبح بلادنا في مصاف الأمم المتقدمة وتنعم بالرقي والأمن والاستقرار، وهو ما تعمل الحكومة بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدمين على تجسيده إلى واقع ملموس وفي أقرب الآجال. المشاركون في هذا الملتقى لفيف من الأئمة والعلماء، تلقيهم للعروض المقدمة من طرف باحثين في الجامعة الإسلامية بالعيون يعني نشر فكرة الوقف وتفشيها بين الناس من خلال المنابر المختلفة. إن إحياء هذا المرفق الإسلامي المتميز الذي اعتنى به المسلمون منذ العهد النبوي فما بعده يعتبر عملا جديرا بالإشادة وترجمة صادقة لعناية القيادة الوطنية بهذا المرفق الذي تعتبر دراسة جوانبه وأبعاده الاقتصادية أمرا مهما للمجتمع في هذا الظرف الدولي الخاص. وباسم سكان مدينة العيون عبر عمدة المدينة السيد أعمر المحمد سيدي عن ترحيبهم بسعادة السيد الوزير وبالمشاركين في الملتقى. هذا الملتقى يدوم 3 أيام ويشارك فيه عشرات الأئمة والعلماء فضلا عن بعض رجال الأعمال. وهنا في العاصمة نظمت شبكة النساء المنتخبات محليا صباح اليوم حفلا بمناسبة انطلاق أشغال الدورة التكوينية الثانية من نوعها التي تنظمها الشبكة لصالح ممثلاتها ورئيسات اللجان المالية في التجمعات المحلية على المستوى الوطني. يهدف هذا اللقاء المنظم بالتعاون مع شركاء التنمية المحلية إلى تكوين المرأة المنتخبة في بلادنا على قواعد إعداد وتحضير وتسيير الميزانية.
قاعة الاجتماعات ببلدية تفرغزين تحتضن على مدى أيام 5 دورة تكوينية تنظمها شبكة النساء المنتخبات محليا لصالح عدد من العمد المنتسبات ورئيسات اللجان المالية في مختلف البلديات المحلية على المستوى الوطني. رحب على وجه الخصوص بالأخوات اللي قادمات من الداخل، رجالهم إن شاء الله توفيق، وعلن هذا التكوين هم يعود له يطبقوه في بلدياتهم، وأيضا على يقين من أن دور المرأة لا يتم لها في تزايد اللي تسير الشأن العام بالمحلي أدرى به النساء من غيرهم. هو لا يكرر ملي علن من أهدافنا نستهدف بالأساس تمثيل أكبر للنساء، يغير ما معناها على أنه تنافس بيننا نحن والإخوة، معناها على أنه لا في سبيل رفاه المجتمع وفي سبيل التنمية به اللي ما قد تحصل، وأكثر من نصف المجتمع على الهامش. رئيسة شبكة النساء المنتخبات محليا أكدت أن الفرصة سانحة للتذكير والمطالبة بالمزيد من تعزيز الآليات التي تضمن شراكة فعالة للمرأة الموريتانية في العملية التنموية. تهدف هذه الدورات إلى تكوين النساء المنتخبات على قواعد إعداد وتحضير الميزانية وتعبئتهن على أهمية الميزانية المستجيبة للنوع بوصفها أداة لتحقيق المشاريع التنموية الموجهة للنساء على وجه الخصوص. إن العناية بالمرأة تقتضي مزيدا من تمكينها وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بدورها، خاصة في ظل وجود النساء المعيلات للأسر والأرامل والمطلقات، لتتجسد تلك العناية في مخصصات مالية في الميزانيات العامة للدولة. ممثل التعاون الفني الألماني السيد كليما أوزي ثمن الجهود المقامة بها في بلادنا بهدف دعم المرأة وتشجيعها على العمل من أجل الإنتاج، وأكد استعداده في إطار برنامج التعاون الألماني الموريتاني على دعم هذه الجهود بما يخدم التنمية المحلية في موريتانيا. الدورة في يومها الأول بحثت بالمراجعة والتقييم نتائج آخر ملتقى نظمته شبكة حول الميزانية الأصلية، ويتضمن برنامج الأيام المقبلة تكوين المشاركات وتأطيرهن حول كيفية إعداد وتحضير وتسيير الميزانية التكميلية. وفي عاصمة الاقتصادية نواذيبو احتضنت دار الشباب القديمة صباح اليوم أشغال ورشة تكوينية لصالح مفتشيات الشباب والرياضة بولايات الشمال إضافة إلى ولايات نواكشوط وترازة. اللقاء يربي إلى تعزيز قدرات وطرق قطاع الشباب والرياضة وتفعيل دورهم في توجيه الأجيال الناشئة وتحسيسها حول القضايا التنموية. تعزيزا لقدرات الأطر اللامركزية في مجال التسيير وإدارة وتوجيه الشباب على المستوى الوطني، يستفيد أزيد من 24 مفتشا مقاطعيا من ملتقى تكويني حول موضوع كفايات الحياة الجارية والحياة الجمعوية ووسائل تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان لصالح ولاياتنا الشمالية وولاية نواكشوط وترارزة. هذه الدورة لا تضيف لنا الطريق الأمامي قدم التفاهم معها مع جميع الجمعويات والشغلة معهم بصفة تكوينية تعود صفة مباشرة. يساعدنا نحن نتعامل مع هذه النوادي والجمعيات الشبابية الموجودة في المقاطعات والولايات الداخلية، وهذا ركاتي يعاوننا نعلموهما كيف نطر الشباب كيفية التعامل مع مشاكل الشباب من راسه، وما اللي نعلموه للحقوق المترتبة عليه والواجبات اللي مترتبة. طبعا تدخل في إطار تكوين أطر الوزارة لقيام مهامهم المنوطة بهم. هذه الورشة التكوينية المتعددة الأبعاد تندرج ضمن الجهود الرامية إلى عصرنة وتحديث قطاع الشباب والرياضة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب التي صادقت عليها الحكومة أواخر يوليو من السنة المنصرمة. دورة تأتي في إطار الجهود المبذولة من طرف قطاع الشباب والرياضة لجعل رأس المال البشري يحظى بالتكوين والتأهيل الدائمين للعب الدور المنوط به في البناء، وهو أمر لم يكن يتحقق لولا الإرادة الجادة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وعلى مدى 5 أيام يتلقى المشاركون عروضا عن الحياة الجمعوية وثقافة السلم والصحة الإيجابية وغيرها من أجل توجيه الأطر المركزية للشباب والرياضة حول مجمل القضايا التنموية
التي تراهن عليها السياسة الوطنية للشباب والرياضة للسنوات 2015-2019. ونعود إلى النواكشوط، حيث نظم التجمع الوطني للشباب مساء أمس بدار الشباب القديمة مهرجانا أعلن فيه انضمامه للميثاق الوطني الشبابي. وقد أشار التجمع في بيان بالمناسبة إلى أن أسباب ودواعي هذا الانضمام تتمثل في اعتبار الميثاق منبرا أساسيا للتعبير عن طموحات الشباب في جعل موريتانيا تحتل مكانة ريادية. وأكد أن التجمع يعتمد سلوك المرونة في التعامل والانفتاح على كافة الأطياف السياسية بحثا عن تفعيل دور الشباب في الرقي بمصالح الوطن والمواطن والابتعاد عن المصالح الضيقة. وقد ركزت مداخلات الحضور في مجملها على ضرورة إشراك الشباب في العملية التنموية والسياسية في البلاد. نظمت زاوية طيبة الربانية لتعليم القرآن وعلومه الشرعية مساء أمس لقاء تميز بحضور العديد من مريدي هذه الزاوية. وتعاقب على منصة الخطابة في هذا اللقاء عدد من مشايخ الزاوية وممثليها، فأبرزوا في مداخلاتهم بعض شمائله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الكريمة، كما ذكروا بنماذج من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم ومدى تعلقهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لسنته. وأشار المتداخلون إلى ضرورة الاطلاع على سيرة أشرف الخلق والتأسي بها والتأسي به صلى الله عليه وسلم وبصحابته الكرام. الآن إلى النشرة الاقتصادية والزميلة عزيزة سيد أحمد. شكرا للزميل محمد، أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. تصنف بلادنا من أهم بلدان المنطقة من حيث الثروة الحيوانية، إلا أن استفادة المواطنين من مشتقات الثروة الحيوانية ما زالت خجولة، خاصة فيما يتعلق بمادة الألبان، حيث يعتمد المنمون في الحصول عليها على آليات تقليدية بحتة جعلت مصانع الألبان المحدودة تعاني نقصا من هذه المادة، مادة اللبن، رغم وفرتها في المناطق النائية. تقرير مختار بابو الأحمد. تقدر بالآلاف الثروة الحيوانية الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا، وتتوزع هذه الثروة على مناطق البلاد حسب المواسم التي يكثر فيها الماء وينبت فيها المرعى. إلا أن المستثمرين في المجال من المنمين والمصنعين الوطنيين لم يتمكنوا بعد من تغطية السوق المحلية من مادة اللبن، الأمر الذي يجعل تصدير الألبان الموريتانية إلى الأسواق العالمية ما يزال شبه مستحيل. تدخل فيها عوامل عدة، عوامل شن هي عوامل التبريد. احنا قطعا المصانع يجب عليها بعد ما يصنع اللبن الحليب يجب عليه ينحفظ في درجة حرارة ما بين 4 إلى 6 درجات، يجب عليه يوصل صاحب الحانوت في هذه درجة الحرارة. ندري كان صاحب الحانوت مهما تجاه يحترم ذيك درجة الحرارة ولا ما يحترمها، منين قطعا الحليب منين ما ينحفظ في درجة حرارة أقل من 6 درجات عليه يدور يتلف قبل صلاحيته. تجميع الألبان في نقاط محدودة وجلبها من الولايات البعيدة إلى العاصمة مسألة تحتاج إلى ضمانات فنية وإجراءات عملية. احنا بينا الحفاظ على الجودة، ما هامنا أن نضبو الحليب المبسطة ونمشو به إلى النعمة ونمشو به إلى كيلة، هذا يؤدي إلى أنه يتلف مولا البوتيك يقدر يخسر عليه هو والباتيك يقولون أننا لا نمشو لهم أنهم مضامني، يقال هذا احنا ما نبخوف نختاروا لين نفوتوا يعودوا عندنا كميه من اللبن قاعده تمشي من قبل النواكشوط، ونعودوا عندنا ظروف، يعني عندنا مخازن تبريد تعود احنا هون نمشوا بها بسيارات تبريد، يا اخي ما نضامنين مول البوتيكه كانوا لا يغفل عنها في الجدار ولا ما يغفل. ليبرالية السوق في بلادنا وإن كانت لها إيجابيات تخدم ولوج المواطن إلى الألبان المستوردة، فإنها وحسب المستثمرين أثرت على تسويق منتوجنا المحلي من الألبان. الآن مشاهدينا إلى أسعار بعض العملات الدولية مقابل الوقية. Thank you.
توقعت المؤشرات الأوروبية خلال تعاملات اليوم مع عدم اتخاذ مجموعة العشرين إجراءات جديدة ملموسة لدعم النمو في اجتماعها الأخير. وأعلن وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في اجتماع لهم عقد السبت أنهم بحاجة للنظر فيما هو أبعد من أسعار الفائدة المتدنية وطباعة النقود لإخراج الاقتصاد العالمي من ركوده. ووسط البيان وسلط البيان الختامي للاجتماع الضوء على مجموعة من المخاطر التي تحدق بالنمو العالمي، ومن بينها اضطراب تدفقات رؤوس الأموال والهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية. سجلت الأسهم الصينية تراجعا في تداولات اليوم، وحدد البنك المركزي الصيني سعر اليوان ب 5452.6 مقابل الدولار الواحد، هذا في ظل استضافة مدينة شانغهاي لقيمة مجموعة العشرين الاقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي كان يعول عليها المستثمرون لإنعاش النمو الاقتصادي العالمي. تقرير فاطمة محمد محمود. تراجعت الأسهم الصينية اليوم بفعل تجدد المخاوف حيال الوضع الاقتصادي في البلاد والنتائج المخيبة للآمال التي تمخضت عن قمة العشرين في شانغهاي. وحدد البنك المركزي الصيني سعر اليوان ب 5452.6 للدولار الواحد، وكانت بعض التوقعات تشير لاحتمال قيام الحكومة الصينية بإعلان بعض التدابير الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي أثناء استضافة قمة العشرين في مدينة شانغهاي خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيطر الإحباط على المستثمرين في أعقاب نهاية اجتماع مجموعة العشرين من دون إعلان تدابير أو خطط محددة بشأن حل أزمة ضعف النمو الاقتصادي العالمي أو الوضع في الصين، وهو المؤشر الرئيسي للبورصة الصينية بنسبة 24% منذ بداية السنة الجارية بفعل مخاوف من تحويل المزيد من الأموال خارج البلاد مع تباطؤ النمو الاقتصادي. وتؤكد بكين أنها تعمد إلى إطفاء الطابع المرن على القيود المفروضة على تداول بليوان للأخذ بحركات السوق، غير أنها تعد في الوقت نفسه بإبقاء عملتها مستقرة. وعلى خلاف الأسواق والبورص الصينية، ارتفعت أسعار الأسهم اليابانية في تداولات مضطربة شهدتها البورص اليابانية بعد أن استأنف الين الياباني اتجاهه التنازلي مقابل الدولار الأمريكي، مما رفع أسعار أسهم المصدرين وعزز معنويات السوق الأوسع نطاقا في آسيا. والآن إلى أهم المؤشرات في الأسواق العالمية. هذه النشرة الاقتصادية، عودة للزميل محمد وباقي الأخبار. شكرا للزميلة عزيزة سيد أحمد. دوليا حقق تيار الإصلاح والاعتدال الإيراني بقيادة الرئيس حسن روحاني وحلفائه فوزا ساحقا في مدينة طهران في الانتخابات الإيرانية التي جرت يوم الجمعة الماضي. وحسب النتائج النهائية لمدينة طهران، فاز هذا التيار بكامل المقاعد البرلمانية للمدينة البالغ عددها 30 مقعدا بين مجلسي الشورى والخبراء. وفي المقابل فاز المحافظون خارج العاصمة بعدد كبير من المقاعد في البرلمان ومجلس الخبراء. وأفق نتائج جزئية تغطي 259 مقعدا، فاز المحافظون ب 93 مقعدا في مقابل 89 مقعدا للإصلاحيين مع احتساب طهران و 11 مقعدا للمستقلين. وستجرى دورة ثانية في إبريل أو مايو المقبل يخوضها مرشحون ل 57 مقعدا على الأقل، بعدما فشلوا في الحصول على عدد كاف من الأصوات يؤهلهم للفوز من الدورة الأولى. وعلى صعيد انتخابات مجلس الخبراء، تصدر الرئيس الإيراني السابق هاشمي رفسنجاني قائمة الفائزين عن دائرة طهران، وحل الرئيس الحالي حسن روحاني في المركز الثالث.
أطلقت الشرطة المقدونية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من 300 سوري وعراقي حاولت اقتحام السياج الحدودي بين اليونان ومقدونيا عند معبر دوميني ومنعتهم من دخول أراضيها. وبحسب منظمة أطباء العالم غير الحكومية فإن 30 شخصا على الأقل طلبوا تلقي العلاج وبينهم العديد من الأطفال. كما تؤكد التقارير القادمة من اليونان توتر الوضع على معبر دوميني حيث يوجد أكثر من 7000 مهاجر ولاجئ عالقين بعد القيود التي فرضتها مقدونيا ودول البلقان والاتحاد الأوروبي على عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بعبور أراضيها. في الولايات المتحدة يستعد مرشح الرئاسة غدا ليوم الثلاثاء الكبير الذي سيتميز بتصويت 13 ولاية لاختيار ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وبينما تتقدم هيلاري كلينتون على منافسيها في الحزب الديمقراطي تستمر المواجهة الساخنة بين ممثلي الحزب الجمهوري. وقد عززت كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي مواقعها في السباق للبيت الأبيض بفوزها الكبير على منافسها بيرني ساندرس يوم السبت في كارولاينا الجنوبية. وفي المعسكر الجمهوري يحتدم صراع بين المرشحين ويسعى منافس الملياردير دونالد ترامب وخاصة ماركو روبيو إلى وقف تقدمه في السباق إلى البيت الأبيض. إلى جديد الرياضة والزميل محمد الطلحة. شكرا محمد البلال واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الفقره الرياضيه. استدعى مدرب المنتخب الوطني الاول لكره القدم الفرنسي كورتي مارتينيز مدافع نادي تفرغ سينا بكاريندي للمشاركه في المعسكر التدريبي الذي تدشنه العناصر المحليه للمنتخب ابتداء من اليوم والى غايه الرابع من مارس وذلك تحضيرا لمواجهه المنتخب الغامبي في 25 من شهر مارس بالملعب الاولمبي ضمن ذهاب الدور الثالث من التصفيات المؤهله الى نهائيات كاس امم افريقيا الكان التي ستجرى العام المقبل بالكابون. وسيعوض اللاعب زميله في النادي عمر لي الذي اضطر للغياب بسبب الإصابة. في سياق متصل استدعى مدرب وفي السياق المتصل استندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طاقما تحكيميا من ليبيريا لإدارة مباراة الذهاب في نواكشوط بين المنتخب الوطني ونظيره الغامبي. ويتكون الطاقم التحكيمي من إيساكا موندوغومبري إليشا جونسون وفرانسيس سانتو وجيري باتاكي فيما اختار الكاف الحكم التونسي السابق مراد الدعمي كمفوض للمباراة. وسندت الكاف مهمة إدارة مباراة العودة بين المنتخبين إلى طاقم تحكيمي من غينيا بيساو بقيادة نفس الحكم الذي أدار مباراة العودة في نواكشوط بين موريتانيا وجنوب السودان. ويتكون الطاقم الغني من فيدي الكوميز وفيمرينو باساكي إيدرتو وماريا باريوز وداسيلفا ودو سانتوس. واختار الكاف سيدو إجوري مالغا من النجر كمفوض لمباراة العودة في بانجول. واختتمت مساء اليوم مباريات الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم وذلك بإجراء مباراة جمعت بالملعب الأولمبي بين النادي البرتغالي فريق اف سي نواديبو وفريق الجيش. المباراة انتهت بفوز فريق اف سي نواديبو بنتيجة هدف دون رد من إمضاء اللاعب حمود في نهاية الشوط الأول من المباراة. وبهذا الفوز يقلص اف سي نواديبو فريق النقاط بينه مع المتصدر فريق تفرغ الزينة الى نقطة واحدة بعد ان وصل رصيده الى 39 نقطة بالمركز الثاني. شكرا على طيب المتابعة. بعد الفاصل عودة الى محمد البلال. شكرا لك يا زميلي محمد الطلحة. وبختام الرياضة نصل إلى ختام هذه النشرة. إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وفد وزاري يطلع على مدى تقدم الأشغال في ورشات إعمار مدينة طنطان ويجتمع بسكان المقاطعة لتأكيد حرص الدولة على إكمال هذه المشاريع في أسرع وقت. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ينظم في مدينة العيون ملتقا فكريا حول الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التيار والإصلاح والاعتدال في راد يفوز بكامل مقاعد طهران في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، والمحافظون يتقدمون في المدن الداخلية. ختاما تحية مني ومن باقي فريق العمل، إلى اللقاء بإذن الله.